اونطران معناها بدو معناها نحاول نلوجوا على الحلول شنية اسمها كاموفلي فوالا معناها شنية الحلول لأنه اليوم وكأني سياسة الدولة نحو الرياضة تهميش كامل الرياضة خاصة في كرة القدم وأنا قاعدين نشاهدوا في النتيجة نتيجة وشنو قاعدين نشوفوا تو شوف أنا قلت إنه الحلول إذا نحبوا قلت إذا نحبوا نلقاو حلول أنا باش نلقاو حلول أي. إذا نحبوا باش نجتمعوا وما نعملوش حلول عمرنا ما باش نلقاو حلول لأن الأزمة أولا تبدأ بالدولة لتمويلها للرياضة لكن كذلك أنا نحمل نحمل النوادي مسؤولية كبيرة لأنه أنا قلتها اليوم رغم ينجم حد يقنعني أن الأزمة المادية في النوادي كارثية مهما هم يحبوا يزينوها لأني نعطي ديما مقارنات بالدول الشيوعية كرواتيا اللي هي 4 مليون نعطيك كرواتيا ماهيش غنية شوف كرواتيا على وين يلعب ولادها وتنعطيك أمثلة على دينامو زغرب اللي هي ساد كرواتيا فورماسيون نرجع ونقوله ما فماش فورماسيون ما فماش تسويق لاعبين ما فماش فلوس في الكرة الفلوس يا كوتش جي من ثلاثة حوايج أول حاجة البراند براند تاع الجمعية براند البرسا يبيع براند بايرن يبيع براند مدريد يبيع ثاني حاجة ليزانفستيسمون اللي هما جايين يضخوا فلوس في جمعيات باش ردوهم ينافسوا السيتي وباريس اون برومي ليو بعد مان يونايتد جو الامريكان ثالث حاجة الماركتينغ والبيتري وكذا كذا ومنا مغادي كله تابع بعضه كي انت ما عندكش هذا الكل في تونس ما عندناش هذا الكل لا فورماسيون بور لا فون هو اكزومبل اجا نقول لك حاجة دينامو زغرب براند كبيرة لا دينامو زغرب لا فورماسيون بور لا فون نتبعوا نحكي لك نتبعوا الاكزومبل هذا انا سامحني باش نحكي لك على دينامو زغرب امور نتاع الفيفا تقييم الفيفا علمي دينامو زغرب سادس فريق على مستوى العالم في تكوين الشبان صحيح دينامو زغرب في خلال 12 سنة دخل 480 مليون صحيح دينامو زغرب تعرف إمكانيات أنا مشيت ستة مرات الكرواتيا معناها الميزانية متاع اتحاد كرة القدم كاملة ما تجيش في ميزانية فريق في إنجلترا أو فريق في ألمانيا لكن نحكي على العقلية ونحكي على الفنيين أنا ديما ندافع على الفني اللي اليوم كي تحط في فريقه عمل عشوائي كي ما تلقاش اليوم مدير رياضي متمكن صحيح. شوف ما تلقاش مدير رياضي متمكن ما تلقاش مدير فني ما تلقاش ستاف اللي هو بثلاثة سنين عنده عقد الستاف يحمى من المدير الرياضي مش المدير الرياضي يتنطر بشيخه بلاصة المدرب كي تحط الأسس هذية بطرق علمية أنا نحكي لك كي دخلت لنادي صفاقسي التجربة متاع نادي صفاقسي لتو تبقى في قلبي لأني كي جيت لتونس راني جيت بعد فترة بتاع 25 سنة في أوروبا معناها كنت نجي لكن كي شفت الوليدات متاع تونس كي تشوفوا 8-9 سنين كيفاش ياخذوا الكرة لأنه في أوروبا خالد يجيك مستوي جوار يجيك 5 سنين مستوي وأنت باش تعلمه راهو في تونس يجيك يعرف يباس يعرف ياخذ الكرة كيفاش باش توصل اللاعب هذا أنا علاش حملت المسؤولية لأنه ثم إهدار للأموال لأنه ثم الدخلاء في كرة القدم في النوادي اللي هو يهدر الأموال هذية كي تتحط الأموال هذية تنوفر لك مطعم في نادي وانت تعرف أي. كي تحط الأمور هذية تنعمل لك سال فيزيوناج مشينا لمينا وعملنا سال فيزيوناج ونعمل لك ناس تترنى كي تشوف انت في ملاعب في الفرق الكبرى اليوم ما عندكش ملعب صالح جي تقول لرؤساء النوادي نحمل مسؤولية جي تقول له يا أخوي ثلاثة عطيني تونا عملوه نعملوه عشب اصطناعي وتعمل رو 15 سنة وروش نطلع لك جوارات تسمع جاب لك جوار غانغاري ولا منير من افريقيا بمبلغ 600 الف كيفاش التناقض هذا تو انت تجيب جوار ب 600 وجايب 15 ولا افريقي تستيو وهما صغار وانا مانيش مقتنع بهم وما عمره ما شافهم لا مدير رياضي لا مدير فني امور اخرى ومن بعد تقول لي مثلا ماشي فلوس تحب تقنعني انا اللي في كرواتيا الفرق الميزانيه نتاعها اليوم باش نعرف راه رواتب المدربين قليله وراه رواتب اللاعبين قليله تعرف التصدير نتاع الدول الشيوعيه في كره القدم لاني الناس هذيك تخدم مصداقيه لانه رئيس يا عبد الحق راه كرواتيا باش نبداو كل واحد ياخذ حقه دينامو زغرب برك تبيعه مش بداو متفاهمين نمشي معك لا باش نزيدك حاجه اخرى وانت تعرفها تعرف شكون دينامو زغرب ولا تعرف رئيسها شكون ولا رئيسها متحين يفك فكين في الجوارات هاو نعطيهم الاخر رئيسها ديكتاتور رئيسها في الحبس تو محكوم وعنده شريكه جون جوار هو اخوه بن عمه زدراف كوفاميتش شنو هو معناها فما وساليب تصير غادي ما تنجم تصير لهنا زاد مي هذا ما ينفيش اللي عامل توتو ستركتور سبورتيف وادمينستراتيف والسيد
يبيع ويسوق فهمتني ولا ايه سولون دي زوبجيكتيف عالميين. اما المعاملات اللي يعملوا فيهم غادي ما فيوزي شويه على اساس احنا ما عندناش المعاملات ما عندناش انا رؤساء والنتيجه شنو هم عملوا هذا الكل شو مش نتيجه نتاع دينامو زغرب نتيجه نتاع الكوره نتاع كرواتيا شو الريبيتاسيون نتاعها على اساس احنا في الجنه حاجه اخرى نمشي معك المنتخبات الشبان نتاع كرواتيا وناخذوا مثال دول اخرين اللي هي ونمشي معك انا ما مشيتش ما حبيتش نمشي لو نيفو المانيا وكذا كيو على الدول يشبهون تعرف انت هذا صربيا قداش مطلع جوارات بدون اللي تحكي معناه مافيا وكذا تعرف علاش لانه كيتقدموا المطالب لاي مدير رياضي في الجامعه ياخذ المستحقين راهو اليوم كي باش تعطي منتخب 17 سنه انا قلتها تفهمني نقول لاعب مع شهادات لاعب مع شهادات اليوم راهو ما تنجمش تجيب ناس ما يعرفش يوقف كوره بساقه وما لعبش كوره ونعطيه كادي وجينيور راهو نحكي خلينا نحكيو كوره اليوم نحبوا نطوروا انا نحب نوصل لمرحله اليوم تعرف انت في صربيا وكرواتيا اللي ياخذوا الشبان اولا ناس متمكنه دراسين جوارات لعبت كوره المفيد لعبت كوره ما نحكيوش حتى مع لعبت كوره في تطور ايجا ونعطيه انا عندنا احنا لهنا كوتش من عبيه ما عندهاش معناها نيفو كبير على مستوى القدم لا وجايني وشفناهم في منتخب الوطني الاكابر اي خلينا نحكي خلينا شوف والرسكلات اللي تم واللي توفر لهم من تغذيه من تغذيه ومن سال فيزيوناج ومن كذا اليوم مش موجود اليوم كي تشوف العشوائيه هذه ما تنجمش تطلع جوار انا حبيت نوصل لك انه الناس هذه خدمه بمصداقيه من يستحق البلاصه هذه يستحقها انا حاجه توجعني ولو خرج كي نشوف انا اليوم إقالة مدرب منتخب وما زالت ما جاتش هيئة وتشوف أسماء مدربين بصراحة شيء شوف أنا أتمنى حاجة نشوف حاجة وردة في كرة القدم تحط لي أسامي مع احترامي ما نحبش نذكر تحط لي أسامي تيخي تحب توجع الناس تيخي تحب اليوم ضحك على الذوقون راه نقول لك حاجة في أوروبا راه يقول لك لا الحاجه هذه غاده قبلها مني ننتقدك لكن نحب لا وانت كي تقول لا راهم يقولوا لك تغير منه ما تحبش عليه وعنده صفي في حساباتك ويقولوا لك الحكايه اخرى انك تقول لا ترى في تونس تقول لا على حاجه خالطه ولا خايبه يدوروا لك مشي رخله والله انت ما عندك مشكله مع هذا والله انت صفي والله فهمنا ما تنساش تقول لا كيف تحب تفك له بلاصته حاجه يودي يستحق مرحبا بيه اعرف ورحكي يستحق مرحبا بيه هذاك هو كي تلقاها ملفوخه كيكا ما شوف البلاتفورم كيفاش معني شو علاش كيوم على اللوطاني انت شوف الفوق شفم شوف فوق بعد لوم على معناها فما معناها برشا الحقيقه ضبابيه في الموضوع هذا من ناحيه الاختيارات ضبابيه مش ضبابيه ما عادش فما حاجه ذباب راهو فيه القاع خايخ مش ذباب كي تبدا حاجه ذبابه النجم تكون باهية خايبه اما راهو في القاع احنا خايخ وقاعدين كي تتكلم لا كي تتكلم يا عادي سايبوا لك جماعتهم ويبدا به وعليه وتغير منه ما تحبوش وتحفر له وهو ديجا بني على باطن لوطاني والفوقاني على باطن اي لكن توا باهي فوالا توا احنا بشربتوا موضوع هو والله موضوع راه مهم برشا شقلنا احنا ربطنا ما بين تحويل وجهه التلعبيه هذوما خالد وما بين كيفاش يمكن ايقاف هذه الظاهره احنا ديجا توك حكينا على جمله من المشاكل شيء مربوط ببعض واعطينا شويه حلول لا لا كل شيء مربوط ببعض وراه هي اون شين راهي الفوتبول مربوطه فما مربوطه ببعضها فما اختيار